السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف الخامس. اليوم رح نحكي عن قياس الزاوية. لما بهذا الدرس طبعا رح نستخدم المنقلة، كثير مهم يكون معنا منقلة عشان نقدر نقيس الزاوية. الزاوية بتتكون من رأس زاوية وشعاعين، رأس زاوية وشعاعين، شعاع با جيم وشعاع ب ألف. تمام، هاي اسمها رأس الزاوية. تمام، بسمي هاي الزاوية إما ألف ب جيم أو زاوية ب جيم ب ألف، يا بسميها ألف ب جيم أو جيم ب ألف. تمام، المهم إنه يكون رأس الزاوية بالنص. تمام، رأس الزاوية لازم يكون بالنص، أو بسميها زاوية با، أو بسميها زاوية با. هلا هون شي عندي الزوايا. طبعا الزوايا ثلاث أنواع. إحنا بنعرف إنه في عنا زوايا حادة وزوايا قائمة ومنفرجة. تمام، هون بحكي لي عين الزوايا ذات القياس الأكبر في كل زوج من الأزواج الآتية. مين الزاوية الأكبر؟ اللي منفرجة أكثر، صح؟ مين الزاوية الأكبر؟ هاي الزاوية الأكبر، هاي. تمام، هلأ بدنا نتعلم كيف بدنا نقيس زاوية. بدنا نتعلم كيف بدنا نقيس الزاوية. تمام، هلأ أول إشي عندي هاي الزاوية، بدنا نتعلم كيف بدنا نقيسها. أول إشي ركزوا معاي على هاي المنقلة. هاي المنقلة أول إشي هاي مركز المنقلة، شايفين هذا الخط اللي بالنص مع هاي، هاي بالضبط مركز المنقلة. ما حد يبلش يقيس، ما حد يبلش يقيس من تحت من هون، لازم من عند هاي النقطة بالضبط، هاي مركز المنقلة. لما باجي بحط رأس المنقلة وين؟ بالضبط على رأس الزاوية. رأس المنقلة بالضبط بحطه على رأس الزاوية زي هيك. طلعوا، باجي وبعمل هيك، بحطه بالضبط، شايفين كيف بحطه بالضبط على رأس الزاوية. طبعا ببلش لازم يكون، طلعوا كيف هذا الخط الأسود، شايفين هذا الخط الأسود، لازم يكون بالضبط على الضلع، يعني زي هيك. تمام، بالضبط لازم يكون على الضلع. هلأ وبقيس القياس، شو رح يطلع معي؟ هلأ لما أقيس، طلعوا، صفر، عشرة، عشرين، على التلاتين، من هون على التلاتين، فقياس هاي الزاوية رح يطلع كم؟ 30 درجة. هاي قياسها 30 درجة. نفس الاشي هاي الزاوية، نفس الاشي باجي بحط رأس المنقلة بالضبط، طلعوا هذا الخط الأسود اللي هون لازم بالضبط على الضلع. طلعوا، هلأ كيف بدي أقيس؟ هلأ ما باجي أقيس من هون، ما باجي أقيس من هون لأن هالزاوية من هون صارت، فببلش أقيس، ما بقيس من 180، لا ببلش أقيس صفر، عشرة، عشرين، طلعوا صفر، عشرة، عشرين، تلاتين، هيا طلعوا كيف هون وين؟ على 110، هون على 110. هلأ هون رح أجي أقيس بالمنقلة، بحطها بالضبط على رأس الزاوية وبخلي هذا الضلع الأسود على ضلع من الأضلاع. تمام، هيك ببلش أقيس، رح أقيس صفر، عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين، لعندي 80، شايفين هيهم عندي 80 بالضبط، فهاي قياسها 80 درجة. تمام، قياسها 80 درجة. هلا اذا الزاوية كيف بقيس؟ هون نفس الاشي، اذا هون عملنا هيك
من الصفر للتمانين درجة. هيو تمام. هلا هون بخلي رأس المنقلة على رأس الزاوية، مركز المنقلة على رأس الزاوية، طلعوا وكيف باجي بقيس. رح يطلع معي 141 درجة. تمام. عندي هدول الزوايا، هدول الأسئلة، رح أحللكم إياهم وأنزلكم إياهم.